كمان عندنا فئتين من زملائنا، فئة من الزملاء وده عدد بيزيد اللي هم اللي خرجوا من الصحف او اغلقت صحفهم، دول مئات عندهم مشكلة كبيرة جدا اسمها التأمينات. هم ما خلاص خرجوا من اللي هو عاش ولا له مدد اللي دفعها راحت عليه. الحقيقة بالتعاون مع وزيرة التضامن الدكتورة نبيل القباش وقبلها الدكتورة غادة والي، ابتدأنا من دكتورة غادة عشان نوصل لحل تأمينات الصحفيين. لقينا الحل في القانون في بند يتعلق بالمهن الحرة. صدر قرار بعد يعني تشاور كبير بيننا وبينهم وكمان اللي هو جمال عوض رئيس هيئة التأمين القومي الاجتماعي باعتبار الصحفي مهنة حرة.